نعم، لولاه صلى الله عليه وسلم ولولا ما أرسل به من عند الله لبقيت الإنسانية كما كانت قبل بعثته في ظلام دامس وفي ضلال مبين إلى يوم القيامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن هو النور الذي يبدد الله به ظلمات الشكوك والأوهام. يقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي جاءكم من الله نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن الكريم. وكما سماه الله نورا سماه سراجا منيرا، وخاطبه به خطابا مباشرا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المرسلة من الله للعالمين أجمع، مؤمنهم وكافرهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما كان يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. الحفل الكريم، هذا قليل من كثير مما قدمه للعالم صاحب هذه الذكرى العطرة، وأنقذ به الأمم والشعوب، وصحح به التواءات الحضارات وعجاجاتها، وهو مما يجب علينا نحن المؤمنين به تجديد مشاعر الحب والولاء لهذا النبي والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وأهلينا وأولادنا وبكل ما نملك من غال ونفيس. واعلموا أيها الإخوة أن محبته صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم من أمته، وقد نبهنا القرآن لذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان أبوه أو ابنه أو عائلته أو ماله أحب إليه من الله ومن رسول الله فعليه أن ينتظر ما سيحل به عاجلاً وآجلاً، ثم هو من الفاسقين. ويعضد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.